النهارده المجلس الاعلى للاستثمار برئاسه فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي اصدر 22 قرار. طيب ال 22 قرار دول يراهم المجتمع الاقتصادي والاستثماري ايضا ومجتمع الاعمال انه دول هيخلقوا نقله اقتصاديه واستثماريه حقيقيه في مصر. خلوني اخد معانا على التليفون دكتور محمد شادي الباحث الاقتصاد او باحث الاقتصاد السياسي بالمركز المصري للدراسات الاستراتيجيه. ازيك يا دكتور؟ اهلا بحضرتك دكتور يوسف. وحضرتك يوسف مشاهد عامل ايه؟ ايه الاخبار؟ كله تمام؟ كله تمام الحمد لله. طيب احنا عندنا 22 قرار الكل تقريبا وصفهم بانهم يخلقوا نقله حقيقيه او نقله نوعيه في شكل الاقتصاد والاستثمار في مصر. ابرز القرارات اللي كانت لافته بالنسبه لك جدا للنظر وترى انها فعلا تعمل تحريك ايجابي وحقيقي للاستثمار داخل مصر. طيب هو كده زي ما حضرتك قلت مجمل القرارات كلها على بعضها جاي واخد دورة حياة الشركة أو دورة حياة المنشأة يعني من أول ما تبدأ تدخل الاقتصاد المصري لغاية حتى وقت تتخرج منه لو حبت تتخرج بعد كده. صحيح. وبالتالي ده المفروض إن هو بيهيئ بيئة استثمار جديدة المفروض تكون أكثر جاذبية وأكثر يعني أريحية للمستثمر سواء المحلي أو الأجنبي، بحيث إن هو العوائق اللي كانت عنده بتقابله قبل كده من أول بقى حصوله على التراخيص لغايه دفع الضرائب لغايه حصوله على الارض، حصوله على تراخيص الانشاءات والاعمال كلها لغايه لما يجي يخرج من يصفي عمل ويخرج اصلا من الاقتصاد، ده كله يتشال ويبقى المفروض الموضوع قدامه ميسر تماما. اهم القرارات على الاطلاق بالنسبه لي، احنا عندنا القرارات دي متقسمه على ثلاث مدايات. المدى القريب اهم واحد فيهم على الاطلاق هو التوسع في منح الرخصه الذهبيه، لانه الرخصه الذهبيه هي يعني العصايه السحريه او هي الحل السحري للمشاكل بتاعت الاستثمار في مصر دلوقتي، لانها بتقفز فوق كل المشاكل دي. الرخصه الذهبيه زي ما حضرتك عارف المستثمر بيروح لمجلس الوزراء بيقول له انا عندي دراسه جدوى وعندي التمويل وعاوز ارض وعاوز التراخيص لدوره النشاط وتراخيص اليوتيليتيز يعني او المرافق كلها بيديها له هو المفروض كده. فده يتجاوز كل التعثر او كل الـ يعني التراجع اللي ممكن المستثمر يقابله من اول لحظه. يبقى ده المفروض ان هو النهارده لو مجلس الوزراء توسع فعلا وكان جاد فعلا ونفذ الاراده السياسيه زي ما هي مطلوبه منه واتجه بشكل واسع لمنح الرخصه الذهبيه، المفروض انه التباطؤ اللي حصل عندنا في جذب الاستثمارات والعوائق اللي المستثمرين اللي قابلوها واحنا بنتكلم النهارده ده ينتهي. طيب ده على المدى القصير. حلو. على المدى المتوسط الرخصه الذهبيه عمرها ما ينفع تكمل على المدى المتوسط. ليه؟ لان ده طريق استثنائي لمنح الترخيص. احنا عاوزين طريق عادي، المستثمر يبقى عارف ان هو من اول يوم هيدفع الترخيص بتاع هيدخل يقدم على الطلب هياخده في يوم كذا. وده القرار الثاني بقى الاهم، انه القرارات اللي جايه الزمت الاداره او الزمت الجهاز الاداري للدوله بانه يستخرج التراخيص لمده لا تتجاوز 10 ايام، وده صح. لو حصل فعلا والجهاز الاداري قدر ينفذه وقدر يلتزم بالاراده السياسيه فيه هنشوف نقله نوعيه كبيره جدا، لانه عدد كبير جدا من الاعمال اصحابها واقفين قدام الجهات اللي بتمنح التراخيص ومش عارفين يخلصوها ومش عارفين يبداوا ومش عارفين يطلعوا منتجاتهم بسبب للاسف يعني عرقلة الجهاز الاداري. دي ثاني حاجه، وده حاجه مهمه. القرار الابرز على الاطلاق واللي يمكن يعني الناس مش مركزه عليه قوي على المدى الطويل المفروض يغير شكل المجتمع الصناعي المصري كله هو الدراسه بتاعت او القرارات المتعلقه، هم اكتر من قرار يعني المتعلقين بتسهيل منح الاراضي سواء بقى للمستثمر الاجنبي او سواء للمستثمر المصري وسهوله تمليك المستثمرين الاجانب للارض. ليه بقول لحضرتك ان دي مشكله كبيره جدا؟ احنا عندنا في مصر قبل الفتره الاخيره دي كان عندنا طلب كبير جدا عن الارض الصناعيه. أيوة. المشكله ان الارض الصناعيه دي لازم عشان نبني فوقها مصنع لازم تبقى موصفه ان هي ارض صناعيه ولازم تبقى مترفقه. اللي كان بيحصل ايه؟ انه كانوا صناصره بيدخلوا يشتروا الارض الصناعيه دي ويرجعوا يبيعوها للمستثمرين او اللي هم يعني اصحاب المصانع او كده باثمان عاليه جدا بيسقعوا الارض يعني. جاء حصل تدخل جزئي من الاداره في سنه 2017 و2018 بانه يا جماعه احنا هنعمل منظومه لتخصيص الاراضي ومنظومه لمتابعه البناء عليه، لكن ما زال يعني التحسن مش كبير لانه العرض الطلب كبير جدا على الارض الصناعيه الموفقه والعرض مش مكفي، لدرجه انه رئيس هيئه التنميه الصناعيه في وقت من الاوقات قال
انه اسبق، يعني قال ان احنا عندنا طلب ب 2 مليون متر مربع ارض صناعيه، عنده طلب ب 2 مليون متر مربع. تخيل حضرتك ال 2 مليون متر مربع دول يتبيع لهم كم مصنع؟ الطلب ده معناه ايه؟ معناه ان في عندي طلبات، ناس مقدمه عاوزه اراضي صناعيه عشان تشتغل عليها. اللي بيقدم علشان ياخد الارض ده دكتور يوسف بيبقى عنده دراسه جدوى وعنده مشروع وعنده منتج وعنده سوق عاوز يبيع. معنى ان هو عاوز يقدم وعاوز ياخد الارض ده معناه ان هو جاهز ينفذ مشروع. وبالتالي ده كان القرار بتاعت المجلس الاعلى للاستثمار النهارده بتقول انه يا جماعه احنا هنعيد منظومه تخصيص الارض كلها على من اولها لاخرها بحيث ان يسهل نقلها ويسهل تملكها ويسهل البناء عليها، علشان الارض نفسها يا دكتور يوسف هي اهم عائق من عوائق النشاط الصناعي. ويمكن الناس كتير جدا متفكره كده، بس اولا الحصول على الارض صعب، الحصول على الارض المرفقه صعب، الحصول على الارض الصناعيه المرفقه صعب واثمان عاليه، لانه زي ما حضرتك عارف الثروه في مصر هي ثروه عقاريه للاسف مش ثروه صناعيه. وبالتالي دلوقتي القرار ده جاي يحط يعني نقطه على كل اللي بيحصل ده. لو الجهاز الاداري، وانا باكد تاني، لو الجهاز الاداري التزم بالاراده السياسيه، عشان خد حضرتك احنا عندنا اراده سياسيه المره دي كاسره ساحقه، الرئيس بنفسه قاعد مجتمع الحكومه كلها في المجلس ده، عشان الناس اللي كانت بتقول قبل كده انه ما فيش اراده سياسيه، الاراده السياسيه مش موجود، لا الاراده السياسيه المره دي كاسحه من اول اعاده تشكيل المجلس للقرارات اللي بالقوه دي بالعدد ده. يقول لحضرتك ان الاراده السياسيه يعني زي ما بيقولوا كده احرقت سفنها كلها، ان هو يا جماعه هنكمل في الصناعه، الموضوع ده هينجح يعني هينجح. المهم دي الاراده السياسيه، لسه بقى الجهاز الاداري اللي المفروض بينفذ. احنا عندنا دماغ دلوقتي بتقول ايه؟ انه احنا يا جماعه هننفذ. الجسم بقى هيستجيب بنفس السرعه ولا هنشوف برضه نفس التباطؤ؟ طيب قبل مساله الاستجابه، ودي حاجه مهمه قوي قوي قوي، كويس قوي يا دكتور انك حاطط ايدك عليها. انا لاحظت مثلا انه كان في قرارين يمكن كنا بنتكلم فيهم امبارح مع بعض الاصدقاء. القرار الاول متعلق بالاتي متعلق بمساله التسجيل بتاع سجل المستوردين للاجانب حتى وان لم يحمل الجنسيه المصريه، وده لمده 10 سنين. ده قرار كنا الحقيقه بنتكلم عليه امبارح. ده على مثلا ده مثلا مساله تانية برضه متعلقه بقرار باجراء تعديلات على بعض المواد القانونيه اللي بتمنح المعامله التفضيليه للشركات والجهات المملوكه للدوله بهدف تعزيز الحياد التنافسي. ده بقى أظنه من أهم الحاجات لما باجي أحطه على جنب كده مع وثيقة ملكية الدولة وقرارات الدولة والحكومة في الخروج من بعض أنواع الاستثمار، بل وطرح بعض كمان، يعني الـ 32 طرح اللي محطوطين. تشوف أنه ده فعلا يخلق جذب كبير للاستثمار الأجنبي في مصر؟ أنا بشوف والله وبكل وضوح. يعني انا الحقيقه ما كنتش شايف الحكومه منافس قوي اصلا للاستثمار الخاص، عشان كده انا ما قلتش، رغم انه في عدد كبير جدا من المستثمرين وخاصه يعني الناس اللي بتشتغل في القطاع الخاص او القطاع الخاص نفسه شايف ان الحكومه بتنافس، بس انا شايف ان الحكومه بتنافس في قطاعات محدوده وبنسب محدوده جوه القطاعات دي. القرار مهم بس مش علشان الحكومه بتنافس فعلا، لا ده القرار مهم علشان يطمن المستثمرين، عشان يقول لهم انه اللي انتوا بتقولوه احنا حاطينه في الاعتبار. لكن هل الحكومه فعلا بتنافس القطاع الخاص في 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 قطاعات واسعه؟ لا، الحكومه بتشتغل في قطاعات قليله، وحتى جوه القطاعات دي بتشتغل في نسب قليله. انا عاوز اقول لحضرتك انه تدفقات الموازنه العامه للدوله كلها، الايرادات الاخرى في الموازنه العامه للدوله كلها 348 مليار جنيه. دي ايرادات كل الجهات بتاعت الدوله اللي اشتغلت خارج الضرايب، 348 مليار جنيه، كل جهات الدوله واضرابك الموازنه العامه المفروض يعني متوقعه السنه اللي احنا موجودين فيها دي 22 23 348 مليار جنيه. عاوز اقول لحضرتك ان الضريبه اللي بتتجمع من مصر، واللي المفروض ان احنا عندنا 48% اقتصاد غير رسمي وفقا يعني لاسوء السيناريوهات، ايوه تريليون و100 مليار جنيه، والضريبه دي بتتحصل من ايه؟ من نص الاقتصاد على الارباح، بعد يعني جزء من الارباح. وبالتالي القطاع الخاص بالنسبه للحكومه هو ضخم جدا بالنسبه لاعمال الحكومه، بالنسبه للجزء اللي بتشتغل فيه الحكومه. ومن هنا انا بقول لحضرتك انه الحكومه حرفيا مش بتنافس، الحكومه بتدخل قطاعات معينه عشان تعمل حاجه اسمها السعر المرجعي مثلا عندنا مثلا يعني داخله مثلا سوق اسكان عشان تحط سعر مرجعي او تعزز الموضوع فيه شويه، عشان يبقى في نوع من انواع ان انا مثلا نفترض ان احنا دلوقتي في سوق يعني حره دلوقتي حضرتك بتقول لي مثلا كيلو لحمه ب 500 جنيه، ايه الضابط؟ ايه اللي يقول ان الكيلو لحمه غالي؟ ال 500 جنيه غاليين، لكن لما انا ادخل احط لك سعر مرجعي ايا كان بقى هيئه الحكومه اللي بتحطه، الهيئه الحكومه اللي بتحطه، فيقول لك مثلا طب يا باشا ما الحكومه بتبيعه ب 120 جنيه،
بقى في عندي سعر مرجعي اقيس عليه. صح. لانه احنا عندنا سوق حره، وبالتالي انا بقول لحضرتك ان الحكومه مش داخله اصلا تنافس، ولا الحكومه عندها نيه ان هي تنافس في قطاعات معينه. طيب. الحكومه بتدخل عشان تحط اسعار مرجعيه وبتشتغل في قطاعات محدوده عاوزه تبقى فيها الموضوع اسرع يعني، وما تسيبش الموضوع لعلاقات العرض والطلب في جزء صغير جدا من الاقتصاد، بقى شريحه صغيره ممكن 5 في اسوء الاحوال 10%. استجابه الموضوع، استجابه بقى الحكومه للقرارات زي ما حضرتك وصفتها كده، استجابه الجسد دايما كان اكتر حاجه تعطل انه يبقى في عندي قرارات او قوانين او تعديلات تشريعيه جديده ولم يصدر لها لائحه تنفيذيه. دي اكتر حاجه في الدنيا بتعطل الدنيا. انا ادعي ان في بعض القوانين او بعض القرارات عمرها دي النهارده 3 سنين واربع سنين وما طلعت لهاش لائحه تنفيذيه حتى هذه اللحظه. وانا بقول لحضرتك انه عشان كده القرارات اللي طالعه النهارده دي طالعه مكتوب فيها مشروع قرار بقانون، مشروع قانون، مشروع قانون، مشروع قانون، مشروع قانون. الاداره حرفيا عاوزه تحط ايدها في منظومه القوانين اللي بتنظم بيئه الاعمال في مصر وتعيد صياغتها كلها من الاول للاخر. بس بقول لحضرتك ده برضو مازال يبقى قانون، التنفيذ حاجه ثانيه خالص، الوضع في الجهاز الاداري مختلف تماما. عشان كده تحدي تطوير الجهاز الاداري ده تحدي كبير جدا قدام الحكومه، عشان الناس تبقى فاهمه ايه انه احنا لما نقول يعني الاداره او الحكومه في ايدها عصا موسى، مجرد لما تضرب الحجر هيتحرك. لا، للاسف انت ممكن يبقى عندك اتجاه لتطوير معين وتلاقي يا اما عندك عجز في التطوير دوت، او مفيش اصلا نيه للتطوير، او التطوير نفسه واقف عند مرحله معينه بسبب الاطار اللي عامل للمنظومه كلها. الحين جاب احمد انه زي ما في اراده سياسيه المفروض بقى الجهاز الاداري يواكب هذه الاراده ونشتغل يعني. يا ميسر الاحوال، اشكرك جدا يا دكتور، كل الشكر للدكتور محمد شادي باحث الاقتصاد السياسي بالمركز المصري للدراسات الاستراتيجيه.